قتلى وجرحى في مواجهة بين الجيش وقوات الانتقال في محافظة شبوة. إلى أين ستصل محاولات الإمارات لإسقاط شبوة وجر الوضع في الجنوب إلى الفوضى؟ هل أصبح اتفاق الرياض بعد كل هذه الخروقات حبراً على ورق؟ أهلاً بكم. تتجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والأمن من جهة وقوات الانتقال المدعومة من الإمارات من جهة أخرى بين حين وآخر في محافظة شبوة. وبالرغم من سريان اتفاق رياض الذي يؤكد على حفظ الأمن والاستقرار في شبوة والمحافظات التي لم يطلها الصراع، إلا أن القوات الإماراتية لم تتوقف عن محاولات إسقاط المحافظة في دائرة الفوضى. على صعيد آخر، قام مسلحون تابعون المجلس الانتقالي بحجز 18 مليار ريال قادمة للبنك المركزي، وقال ناطق الانتقالي إنهم احتجزوها كي لا تذهب للحكومة الفاسدة، في الوقت الذي يطالبون فيه هذه الحكومة بدفع رواتب المواطنين وتوفير الخدمات العامة. ماذا تبقى من اتفاق الرياض إذن بالنظر إلى كل هذه الخروقات؟ هل أصبحت السعودية هي الخصم المباشر للحكومة الشرعية في عدن؟ وأين الرئيس هادي ورئيس حكومته من هذا كله؟ عودة جديدة للتصعيد في شبوة تترافق مع تهديدات متصاعدة من قبل قيادات في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بخصوص مواجهات جديدة مع القوات الحكومية في المحافظة. لم تتوقف الهجمات التي تشنها قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على الجيش والأمن في المحافظة، إلا أن الوضع في اللحظة الراهنة يبدو مرشحا للانفجار على نحو أوسع. في أول أيام العام الجديد، قال الجيش إنه تمكن من احتواء الموقف في مديرية حبان بعد اندلاع مواجهات بين قواته ومسلحين تابعين للانتقالي أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الحكوميين والمسلحين. في أوائل ديسمبر الماضي، رفع محافظ شبوة مذكرة للرئيس هادي يحذر من تحركات مشبوهة للقوات الإماراتية في المحافظة. وقبل أيام تحدثت تقارير عن تسليم القيادة الإماراتية معسكر بالحاف لقوات موالية لها بعد انسحاب القوات السودانية التي كانت تتمركز في المعسكر. يتزامن تصعيد الموقف في شبوة مع قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي بالسطو على مبلغ 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي ونقلها إلى أحد المعسكرات التابعة للمجلس قبل أن يتم تسليمها للقوات السعودية في عدن. أصبح من الواضح أن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض لم يبقي الوضع كما هو قائم، بل إن جولة جديدة من الصراع تلوح في الأفق، في حين لا يزال يتم تشكيل اللجان السياسية في إطار مساعي تنفيذ الاتفاق، وفي حين يفترض أن السعودية هي من ترعى الاتفاق وتعمل على دفع الطرفين لتنفيذه، يبدو أن مهمتها تحولت إلى محكم لا يفعل شيئاً بانتظار الفائز النهائي لتتقاسم معه ما تبقى. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي صلاح بابقي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور، يا أهلا. أهلا بك. إذن دعنا نبدأ من هذا الخبر. قوة من الانتقال تقتحم ميناء عدن للحاويات وتنهب حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، كيف قرأت هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه الأحداث المؤسفة هي تدلل على ما كنا نقوله منذ البداية، إنه ميليشيا الانتقال لا يمكن أن تنسجم وتتناغم مع اتفاق سياسي، لأنه هدفها دائما هو إحداث الفوضى في البلاد. وهذه الفوضى للأسف الشديد لا تضر الحكومة الشرعية كما هم يزعمون أنهم يحاربون فسادا ما في الحكومة، بل هو يهدد يعني قوت اليمنيين. هنا نتحدث عن أموال منهوبة كانت ستوزع رواتب للموظفين، حين تستهدفها بهذه الطريقة الهمجية في الحقيقة أنت تهدد الأمن الاجتماعي لكل الجمهورية اليمنية. فالأسف الشديد هذه الميليشيا دائما ما تجعلنا نشبهها بالحوثيين، لأنهم فعلا لا يختلفون عنها. ليس فقط عدن، ليس فقط الأموال، هناك شبوة، هناك حضرموت، هناك رغبة في سقطرة في المهرة، وكأنه يعني هم يعني
حاشا على هذا التعبير للأسف، لكن كلاب حراسة لمموليهم الذين يريدون إزعاج اليمنيين بشكل عام. نعم، لكن يعني الغريبة أيضا هناك تعليق من أحد الإعلاميين أو الناطقين يقول بأنه لا نسمح بذهاب هذه الأموال للحكومة الفاسدة، ثم يأتي للمطالبة بدفع الرواتب وتقديم الخدمات من هذه الحكومة. كيف تفهم هذه؟ هم يريدون هذه الأموال كلها تنصب لهم للميليشيات بشكل عام، يبدو أنهم أضخموا لدرجة أنهم يريدون الزيادة. هذه الأموال هي أموال الجمهورية اليمنية، وصرفها يعني بإشراف وزارة المالية وبإشراف البنك المركزي، لا يمكن الحديث عن فساد هنا. هنا نتحدث عن ميزانية مرصودة لهذه القضايا، فأي فساد يتحدث؟ وأليس السيطرة على أموال في ميناء رسمي سيادي بهذه الطريقة أليس هو فسادا أيضا؟ ما هو الفساد المقصود؟ أنا حقيقة لا أرى جماعة تمارس الفساد حقيقة الآن في اليمن إلا الحوثيين والمجلس الانتقالي. الفساد الحقيقي الذي يستهدف حياة الناس، أموالهم، أمنهم، فما هو الفساد أكثر من ذلك؟ لماذا يزايدون وكأنهم هم الذين يحفظون أمن البلاد؟ بل هم من يهددون أمن البلاد. يعني اسمحي لي في موضوع الميناء، أعرف صديق يعني يحاول إيصال مساعدات عن طريق جمعية خيرية إلى عدن، تخيلي أكثر من أسبوعين والمساعدات هذه معطلة في ميناء عدن. يعني بينما الأموال تنهب، أموال الدولة تخرج بهذه الطريقة. إذن هنا نتحدث عن فساد الانتقالي، وكذلك نتحدث عن فشل السعودية التي تضمن اتفاق الرياض، وأيضا نتكلم عن عجز الحكومة، وهنا بلوة الشعب اليمني إنه ورطت في صديق عاجز وعدو دنيء. هنا المشكلة، إذا اجتمع هذين الأمرين فكيف سوف تحل الأمور؟ سنتحدث عن مدى عجز هذا الصديق، ولكن أستاذ صلاح أيضا لو وضعنا هذا الحدث في سياق عمل، أيضا العصابات من التقطع والتخريب في أنحاء شبوة، وربما أنت تتابع الأحداث صحيح. هناك من قبل عناصر محسوبة على الانتقالي، ما وراء هذا التصعيد من وجهة نظرك؟ هو هذا الفوضى وإحداثها بهذه الطريقة، بل وتهديد مدنية البلاد. يعني حتى محافظ شبوة تحدث أيام الأحداث الماضية إنه كانت ميليشيا الانتقالي تستهدف أنابيب النفط من أجل أن لا يتم استفادة المحافظة منها. هنا أين الفساد في استهداف أنابيب النفط؟ الآن تركي لعكر طالب ذاهب إلى الاختبار يتم التقطع عليه واختطافه، لجنة وساطة قبل قليل سلمته لذويه، لكن طالب، أنت الآن تتحدث أنه والله أريد أن يتم إطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم على ذمة الأحداث الماضية، إذا تذهب وتستهدف طالب، تهدده عن إكمال دراسته. يعني حقيقة أنا أشكر أصدقائه وزملائه وكل أبناء المحافظة الذين خرجوا في اعتصام سلمي ومظاهرات من أجل الإفراج عن ابنهم. هنا لاحظي أن شبوة الذي كان النظام المخلوع يحاول تشويهها وتشويه شبوة، مأرب أيضا بأنها مناطق غير مدنية، هنا هي من تظهر مدنية، تظهر المدنية في التعاطي مع هذه الاختلالات، بينما ميليشيا الانتقال التي تتحدث عن تأسيس دولة جديدة تمارس هذه الممارسات على العزل بهذه الطريقة الدنيئة للأسف. نعم، إذا أستاذ صلاح هذا التصعيد ألا يدفع بالتساؤل عما إذا كان هناك طبخة إماراتية من تحت الطاولة لقلب الوضع مجددا؟ والله حقيقة أنا بعد ما استمعت أمس إلى شهادة للتاريخ قالها عصام شريم، قال نعم. إنه الإمارات تريد أن تسيطر على موانئ اليمن ولمدة 99 سنة، وطلبت ذلك من هادي، وهادي رفض، ولذلك هي تمارس هذه الاختلالات من أجل أن تحدث الفوضى في البلاد، ثم يصبح السيطرة على الموانئ تحصيل حاصر. يعني حينما تضيع الدولة تذهب الدولة ولا تستطيع الحكومة أن تسيطر على شيء، يمكن للإمارات الآن أن تسيطر على الموانئ بالطريقة التي هي تريدها، من نحو يعني أن تكون اليمن حامية لهم أو تحت إشراف مندوب سامي. الإمارات للأسف منذ اليوم الأول ومشروعها واضح في تهشيم الدولة اليمنية، وهذا ما نحذر منه دائما. وحينما يصبح الآن المملكة العربية السعودية يعني وريثة للدورة الإماراتية في عدن ولا تمارس
تصرفا مخالفا للإمارات من جهة يعني لجم هذه الميليشيات الانتقالية، فهنا للأسف نحن نشعر بالخذلان ونشعر بالصدمة إذا استمرت هذه التصرفات والسعودية موجودة. نعم، إذن أستاذ صلاح، أيضا ما يتم استغرابه أن يتم التوقيع على اتفاق الرياض من هنا والبدء بوضع كل هذه الخروقات من ناحية أخرى، وربما منذ الأيام الأولى ونحن نستضيف يعني من الإخوة من الانتقالي وكانوا يتحدثون بكل وضوح بأن كثير من النقاط لا تعنيهم، ما الذي يعني ذلك؟ نعم، من اللحظات الأولى هم يقولون لا نريد إلا أن تسلم الرواتب ونحن دولتنا قادمة، وكأنه يعني مثل ما قلت أنا في بداية توقيع هذا الاتفاق إنه ما جرى هو هدنة فقط من أجل أن تجتمع الصفوف للميليشيات وتعاد الكرة ضد الدولة اليمنية. هذه الميليشيات أثبتت عجزها وفشلها يعني في عدن وفي شبوة وأدبوهم رجال الدولة. الآن يعني هذا الاتفاق جاء لإنقاذهم، لأنه كان يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة المسلحة في مناطق الجنوب بعدما سيطر السكان شبوة على مدينتهم، وبعدما وصل اليمنيون إلى تخوم عدن ماذا حدث؟ جاءت الإمارات وقصفت الجيش اليمني. الآن هذا الاتفاق جاء لإنقاذ هذه الجماعة، وكان الإمارات ضغطت أنه لن أخرج من عدن حتى يتم ضمان سلامة أذرعي في المدينة. لذلك الآن هنا اتفاق وقع وشهده العالم. إذا كان هناك طرف يتخلى عن تنفيذ هذا الاتفاق فلا بد من تسميته، ولا نعيد كرة المبعوث الأممية إن صح التعبير الذين يشاهدون الخروقات ويغطون عليها ثم تستمر حتى تسقط الدولة. لا بد الآن أن يكون هناك جبهة وطنية فعلا تراقب هذا الاتفاق وتظهر من الذي يتمسك به وينفذه ومن الذي يتجاوز بنوده، من أجل أن يكون هناك لحظة عقاب على من يتجاوز هذا الاتفاق. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي صلاح السقلدي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ صلاح. الانتقالي يعلن تعليق أعمال لجان في اتفاق الرياض، لماذا؟ نعم، لا شك أن هذا التعليق أتى على خلفية الأحداث التي تجري في شبه والاعتداءات التي تعرض لها قبيلة اللقموش وكثير من القبائل هناك ومن الشخصيات، والقمع الذي يواجهه كثير من النشطاء والتضييق الذي يتعرض له الجنود وخاصة من النخبة الشبوانية، وفي الوقت الذي الشرعية وللأسف حتى السعودية واقفة موقف المتفرج لما يجري، وبالتالي كان لابد من اتخاذ مثل هذه الخطوة لا يتم مراجعة والنظر فيما يجري في شبوة. هذه الأحداث جرت أخذت نفسها وسحبتها على الوضع في عدن، فما سمعنا ما حصل في أمس البارحة في ميناء الحاويات وأتى على خلفية هذا الأحداث، فضلا عن هناك موضوع المرتبات التي تماثل فيها الحكومة، كان لابد من لفت نظر لهذا الموضوع. كيف يتم لفت النظر بأخذ هذه الأموال أستاذ صلاح؟ هكذا يتم لفت نظر الحكومة؟ نعم، هذا العملية هي أولا لفتت النظر على أن هذه الأموال قرابة 16 حاوية لعدة أشهر موجودة في الميناء. ما المانع أنها تورد إلى البنك المركزي وتصرف للناس رواتبهم؟ لماذا هذا التجويع؟ لماذا هذا المماطلة؟ ألا يعتبر بهذا بأن لقمة العيش أصبحها ورقة سياسية؟ بدون أدنى شك، وكان لابد من هذا العمل حتى يعرف العالم كله أين هذه الأموال المقدسة، ولماذا يتم تكديسها، ولماذا يتم مماطلة تسليم الناس رواتبهم. هذا أولا. ثانيا، أن العملية هي برمتها كانت كيف منسقة مع السعوديين، الدليل على ذلك لأنه لم يصدر أي بيان من البنك المركزي ولا حتى من الحكومة. نعم، ولما يتم التصرف بهذا الشكل ولا يتم الاحتجاج بطرق رسمية وعبر الطرق المشروعة، يعني لما يتم استخدام طرق العصابات إذا كان الطرف الرسمي اللي تحدثي عنه هو رأس المشكلة، هو الخصم، هو المتسبب بالمشكلة، فعندما ألقي أصلا هذه الحكومة تصرف بأنها مجموعة من النصوص ومجموعة من الآراء، بدها تتصرف بالمليارات وتستخدمها وتنفقها هنا وهنا. قرابة 20 مليار ريال أصرفت للمنطقة الثالثة في الوقت الذي المنطقة الرابعة هنا في عدن يتطورون مجموعا.
هذا بخلاف الآن وخلاف كثير من المؤسسات المدنية. مليارات تسحب من هذه الأموال، من هذه الحاويات، من هنا رأسا إلى المهرة وإلى شبوة وإلى دارب. نعم، إذا يتم فيما الناس هم الأحق بهذه المرتبات وهي لقمة عيشهم أصلا. نعم، إذا اسمح لي أستاذ صلاح. نعم، وضحت الفكرة. نعم، اسمح لي أستاذ صلاح أن يعني أنتقل للأستاذ صلاح بابقي هنا معنا في الاستوديو لأسمع تعليقه حول ما سمعته من الأستاذ صلاح السقلدي، رغم أن الاتهامات هي موجهة لهم بأنهم هم من يقومون بأعمال الفوضى والتخريب. يعني الحقيقة أنا متفاجئ من ما يذكره الضيف الكريم، لأنه يعني حتى الناطق باسم المجلس الانتقالي لم يقل ما قاله هو الآن. الاتهامات المرسلة التي يتحدث عنها الناطق باسم الانتقالي لم يقلها، هو قال أنا أخذنا هذه الأموال من أجل يعني حتى لا تذهب للمفسدين وسنسلمها إلى قيادة الواجب من جديد، القوى السعودية الموجودة. يعني لماذا استحداث الآن تهم جديدة؟ لماذا نتحدث بطريقة هكذا نؤجج العوام وكأنه الحكومة هي من تمنع المعيشة على الناس، بينما من يحاصر الحكومة في مقرها بل يمنع وصول الوزراء، بينما من يعتدي على الميناء ويدخل بهذه الطريقة، يعني حقيقة أعمال مافيا، هذه ليست أعمال حزب سياسي. أخي صلاح اسمح لي في هذه النقطة، يعني لا يمكن أن نقول حديثا مرسلا بهذه الطريقة ثم نريد أن نمرره على المشاهدين. هناك اختلالات حقيقة تحدث، يتحدث عن استهداف الناشطين في شبوة، ماذا عن طيب الطالب التركي لعكب؟ كيف يمكن تفسير ما جرى؟ كيف يمكن تفسير التقطع على الأهالي؟ يعني هناك بعض المسافرين الذين يمرون في المحافظة يتم احتجازهم بحجة أنهم يعني من محافظات شمالية ولا بد من الإفراج عن المعتقلين من أجل إخلاء سبيلهم. يعني هذه التقطعات كيف يمكن تمريرها أخي العزيز؟ علينا أن لا نتجاوز حقيقة في وصف الواقع، نصفه كما هو. هناك مشكلة، لأن المجلس الانتقالي يبدو الآن وخاصة مع الانشقاقات التي تحدث واستقالات يعني منه وغضب شعبي ممن يؤيد فكرة المجلس الانتقالي، هو الآن يحاول أن يتصرف ببعض العنجهيات من أجل اكتساب الشعبية من جديد. هذه الشعبية فقدها في الحقيقة، اتضح أن الجماعة وقعوا على اتفاق الرياض مقابل مناصب سوف يأخذوها، وأجلوا موضوع التحرير وإقامة الدولة كما كانوا يدعون. فقط هم أقاموا أصلاً المجلس الانتقالي بعد إقالة عيدروس وهاني بن بريك من وظائفهم الحكومية، فهذا الاتفاق هو في هذا السياق. فالجماهير أساساً علمت أن الجماعة مجرد يعني انتهازين يعملون مع الإمارات ويقومون بما تأمرهم بها الإمارات. الآن هم أخذوا الأموال وبمكالمة ربما من أبو محمد ولا أبو راشد سيرجعونها صاغرين. يعني أين هنا التصرف الذي يمكن أن نقول أنه تصرف مسؤول من أجل رواتب دعني أنقل المواطنين؟ بهذا السؤال للأستاذ صلاح، ما رأيك أستاذ صلاح، أين هذا التصرف المسؤول؟ كما يفترض إذا كانت النية هي فعلا صرف الرواتب، رغم أن طرح الأستاذ صلاح مجموعة من النقاط، أن الانتقالي هو من يصعد في كثير من المواقف، ومن يحاصر الحكومة في مقرها، ومن يمنع استعادة الحياة واستذبابها لدى المواطنين، يحاصر الأهالي، يقوم باعتقالهم، كل هذه الإجراءات، ثم تأتي التهم جاهزة لتوجه للطرف الآخر، ما رأيك؟ هذه ليست وليدة اليوم، وهذا المعطلة وهذا الفشل يعتري هذه الحكومة ويعتري الحكومات السابقة، حتى عندما كان قيادة الجنوبية مشاركة بهذه الحكومة. هناك مرتبات لعدة أشهر من عام 2017 و2018 حينما لم يكن هناك مجلس انتقالي موجود. هذا سياسة تجويع منهجة من بداية الحرب، والغرض منها واضح، هو لصرف الناس عن مطالبهم واهدافهم السياسيه والهائهم بلقمه العيش والخدمات. انا احمد بن دغر في ذلك الوقت سيد صلاح، لماذا كان عيدروس الزبيدي ويظهر في قناه عدن الغد، عفوا يظهر في قناه الغد المشرق ويقول انه بن دغر يعني موظف نزيه وهناك مشكلات تواجه الحكومه، كان يبرر لهم ما يحدث من تقصير، عفوا على المقاطعه. تفضل استاذ صلاح. فرصه
بدل ما انت تمر بعد الاكاديمي بعد المغاربات اعطيني فرصه مثل ما كان. تفضل تفضل استاذ سلام. الحكومه كان ترسم المرتبات ونحن نقاتلون في الجبهات. فهل هذا عذر عندما تقول لهم بين الانتقالي هو الذي يمنع المرتبات فيما معظم الموظفين ومعظم الامن ومعظم الضباط هم اصلا محسوبين على مجلس الانتقالي، كيف مجلس الانتقالي سيحقق من المرتبات اللي محسوبين عليه؟ وقل لي لماذا نفس البدايه نفس لا اسمح لي ان اتحدث. نعم دعه يكمل وساعيد لك. تفضل استاذ صلاح سقلدي. هل يوجد هناك مجلس انتقالي في سعد؟ ما الذي يوجد في سعد غير القتل والسحل والتعذيب والتنكيل بالمواطنين؟ هناك مستجير ايضا. هل هناك مجلس انتقالي ايضا؟ لا يوجد. لكن تتعدد الاعذار والمجلس الانتقالي هو ما هو الا شماعه مثل ما تم استخدام الحزب الاشتراكي اليمني عام 49 للاجهاز على الجنوب وثرواته واقطاعه من العمليه السياسيه وهيمنه الطرف الاخر. نهايه اليوم بالتاكيد هو نفس السيناريو بنفس الادوات ونفس القوى بل ونفس الاشخاص وعلى راسهم علي نقيب العمل وحزب الاصلاح والفئه الجنوبيه النفسيه من حيث عبد الرب المنصوري وهي ذات الفئه ايضا. نعم. الكبير الذي مارس الصديق عمر باطل وتكرر اليوم بنفس الطريقه وبنفس الصيغه وهي ذات الهدف. نعم اذا ساترك الفرصه للاستاذ صلاح بابقي للرد وسالك مجموعه من الاسئله استاذ صلاح. يعني تحدث عن قضيه انه عناصر انتقالي متضرره ايضا من قضيه الرواتب ونحن نعرف انه الاموال الانتقالي تاتيهم الامارات بشكل دوري يعني لدرجه انه وانا صحفي واتعامل مع الناس في الميدان يقولون مثلا بعض المناطق في شبوه خاصه انه عناصر النخبه الشبوانيه تتلقى اموالها واسلحتها بشكل طبيعي بينما عناصر الجيش الوطني هو الذي يعاني بينما لا زالوا يعني يقفون في الجبهه من اجل حمايه الجمهوريه، ففي الحقيقه في المعاناه لا يمكن ان نزايد في هذه القضيه سيد صلاح. امر اخر يعني انت عندما تعرقل عمل الحكومه وتمنع الوزراء من الوصول، كيف يمكن ان يسير دولاب العمل؟ انت لا تريد كنت من عوده الحكومه الى عدن الى تسليم الرواتب لك، بينما الوزراء الذين سوف يخدمون المدينه يخدمون اليمن بشكل عام انت تمنعهم من الوصول وتمنع تشكيل الحكومه وتعرقل كل شيء، يعني لدرجه انه الان السعوديه اضطرت ان تشكل لجنه من اجل متابعه تنفيذ الاتفاق، يعني هذا امر يعني لا يمكن القفز عليه. يا اخي صلاح يعني انت صحفي ام في الانتقالي؟ فدعني بس اوضح يعني كيف يمكن ان اتخاطب معك. الانتقالي للاسف الشديد يقوم بانتهاكات على الارض، هو الذي عليه ان يجاوب لماذا وقع ثم لم ينفذ، لماذا وقع ولم يلجم اصحابه؟ هل لانه يعني هو مجموعه من الميليشيات والعصابات فلا يستطيع ان يفرض رايه على الجميع؟ فكل واحد ابو فلان وابو علان ياتي ويتنهب على الناس. يكون واضحين، اذا لا يستطيعون السيطره يدعوا الان المجال للدوله كما ادبت الخارجين على القانون في شبوه وفي اطراف عدن، سوف تستطيع ان تؤدب من جديد، لكن ان تعرقل الامور بهذه الطريقه ثم تطالب من الدوله ان تقوم بخدمه المواطنين فانت هنا يعني حقيقه تكيل بمكيالين، يعني شيء غير بمكيالين. نعم ويتحدث عن تعز وتعز، نحن نعرف ماذا ابو العباس. نعم يعني هي نفس الاطراف ونفس الادوات عن تفاصيل. نعم ما يحدث في تعز هي نفس الادوات التي تحرك الوضع في عدن، هي من تحركه في تعز. استاذ صلاح الصقلدي اذا سمحت لي. نعم ساترك لك الفرصه ولكن مع الاجابه عن اسئله لما يتم التوقيع استاذ صلاح ثم لا يتم الالتزام ببنود هذا التوقيع منذ الايام الاولى، ويظهر معنا يعني قاده من الانتقال وهم يتحدثون عن الحكومه وكانها شيء نكره وغير معترف به ولا يقبلون بانضمام الحزام الامني مع الجيش، وكثير من النقاط التي وردت في اتفاق الرياض يعني كانوا ينظروا اليها باستهزاء، فلما تم التوقيع اصلا؟ وصلت الفكره. اولا انصح بيكت وانصح الكثير من الذين اتكلموا على الجيش بالاتفاق بين اللي اتكلموا عليه، ليعرفوا ان مهمه هذه الحكومه المشترك في بند واحد فقط هي تسليم المرتبات فقط، اما ما دون ذلك من البنود فهي مراقبه بالحكومه القادمه، هذا اولا. اما فيما يخص المعرقل من هذا الاتفاق فكيف يستقيم القول بان الانتقالي هو المستفيد من هذا الاتفاق في نفس الوقت هو المعرق لهذا الاتفاق. يا عزيزتي هناك تراتبيه في هذه البنيه لو تطلع عليها
البند الاول هو تسليم المرتبات، وهذا لم ينتهي حتى الان، ما هو عباره عن مطره. اما فيما مساله بند القوات فلم يتم استخدام كلمه بند ولا ضم ولا على الاطلاق، بل استخدمت كلمه تنظيم، وهذه كلمه هي كلمه فضفاضه. لم يتم، وحتى لو اتطرق الى هذه النقطه، فهي هذه النقطه ليست النقطه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. أولى هذه الخطوات هي تسليم مرتبات الناس وإعادة الخدمات وتسليم السلاح وإخراج القوات من المدينة الرئيسية ويشرف التحالف. أما مسألة القفز على هذا البنود فهو ما يتم اليوم للأسف الشديد، ويتم عرقلة البند الأول وثالث هو بالانتقال إلى البند الأمني ثم البند السياسي، فيما البند الأول ما زال يروح مكانه. وللأسف يعني استخدمت لقمة الناس وعيشهم، ورقة مساومة وورقة ضغط وورقة مساومة ليتنازل الطرف الآخر عن الجانب السياسي والجانب الأمني الذي نصت عليه هذه البنود. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح صقلدي، صحفي كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، هل هذه التحركات العسكرية في شبوة وغيرها تهدف إلى جر الأطراف إلى العودة إلى دائرة العنف والمواجهات برأيك؟ لكن قبل ذلك قضية اتفاق الرياض ويدعونا إلى أن نقرأ بنوده وأن أول بند هو تسليم الرواتب، حقيقة هذا ليس موجودا في الحديث عن عودة رئيس الوزراء، ثم حديث عن إعادة العمل في الحكومة، تفعيل المؤسسات وكذا، وثم بعد ذلك يأتي القضية تسليم الأسلحة. هذه كلها نقاط لم يتم تنفيذها ولا يريد الانتقال لتنفيذها، لأنه هو يرى أن هذا السلاح هو رأس ماله، يعني ميليشيا لا تملك مشروع، لا تملك رؤية، لا تملك أي شيء، تملك سلاح فقط تريد أن تهدد به الأطراف السياسية الأخرى. فهنا المشكلة، هم لا ينفذون اتفاق الرياض ولا يريدون تنفيذه، ثم يتحدثون عن يعني تحقيق مصالح الناس. أنتم من تعطلون مصالح الناس. بخصوص سؤالك عفوا، نعم، يعني كل هذه التحركات العسكرية وغيرها تهدف إلى جر الأطراف إلى العودة إلى مربع العنف. نعم نعم، هذه هدنة، قلت لك هذه هدنة، وهو الجماعة يريدون العودة وتهديد السلم الاجتماعي من جديد. هم يريدون إسقاط الدولة ولا يستطيعون بمفردهم، ولذلك يريدون تواطؤاً إقليمياً ودولياً من أجل أن يحدث ذلك. يعني للأسف الشديد المنطقة العربية أساساً يعني تحدث فيها ما يشبه البلطجة السياسية في العالم. قضية ليبيا هنا شاهد، قضية سوريا شاهد، ما يحدث على المدنيين في إدلب. يعني هناك رغبة لقمع الشعوب وإعلاء السلاح على وجوههم، بحيث أنه تمر تسويات سياسية مطلوبة من قبل محور يريد يعني تصفية الديمقراطية في المنطقة العربية. وما يحدث في اليمن هو جزء من هذا السياق، أنا لا يمكن أن أفصله عن ذلك. هم يريدون يعني هدم الدولة اليمنية من أجل أن يصنعون لنا عصابات يعني فقط تأتمر بأمر الممول الأجنبي، وهذا ما سيحدث. ولذلك علينا أن نتدارك الأمر، إذا كان هناك للعدو جلد من أجل تنفيذ أجنداته، فلماذا لا يتحرك الشعب اليمني بقواه الحية من أجل الوقوف سداً منيعاً ضد هذه التصرفات؟ لا بد من تشكيل جبهة وطنية ضد هذه الأمور التي لا يمكن القبول بها. حقيقة يعني ما يحدث من ظهور للمسؤولين اليمنيين الآن في رفض التجاوزات في حق الدولة، سمعنا عصام شريم، الجبواني، الميسري، هذه كلها شخصيات لا بد أن تشكل بعد ذلك نواة لتكوين جبهة وطنية يلتف حولها جميع اليمنيين من أجل إنقاذ المنطقة. في الحقيقة هذه التصرفات سوف تستهدف كل المنطقة، الجزيرة العربية كلها، الخليج العربي الذي يعاني من إيران في الضفة الأخرى من الخليج سوف يعاني لو أن اليمن تمزق. هؤلاء لا يفكرون ولا يعقلون، يعني فقط يريدون أن يحققوا مصالح لرؤساء الميليشيات ثم تذهب المنطقة إلى الجحيم. إذا علينا يعني كما يعني نستذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان هناك سفهاء في سفينة علينا أن نضرب على أيديهم حتى لا تغرق السفينة كلها. المنطقة كلها سوف تغرق إذا تم السماح لهذه الميليشيات أن تمارس عربدتها بهذه الطريقة وأذية المواطنين. إذن ما هي الخيارات الشرعية برأيك؟ وكما يظهر عن الاعتقال لا يريد تنفيذ اتفاق الرياض، والآن هو يعلق أعمال يعني خياراتها أن تكون بجانب شعبها، وأن تصرح وأن تصارح
وأن تعمل بشكل يعني واضح أمام الجميع، ليس أن تماري وأن يعني تقوم بأحاديث لا يمكن قبولها. معين عبد الملك في حديث في صحيفة 26 سبتمبر يتحدث عن قضية أنه هذا العام سوف ينتهي الحوثي سلما أو حربا. أنت لا تستطيع أن تخرج من بيتك في عدن، الميناء أموال الدولة تذهب، وأنت تتحدث أنك سوف تقضي على الحوثي، يعني أي منطق؟ أنا أقول يعني للدكتور معين عبد الملك، هو شخص أكاديمي يعني ربما يكون أستاذ جامعي جيد، يعني الوالد رحمه الله وتوفي، إن كان عندك قرابة في تعز روح اذهب لهم، يعني أنت لا يمكن أن تكون رئيس حكومة بهذه الطريقة، تتحدث في بداية مسيرتك أنك لا شأن لك بالسياسة، ثم الآن تصرفات يعني مهينة تحدث على الدولة وعلى الشعب وتتحدث أنك سوف تحرر صنعاء. كيف يمكن أن يكون التحرير بهذه الطريقة دكتور معين؟ يعني أنا أحترمك وأقدرك، لكن أنت الآن في نظر الشعب اليمني رئيس حكومة، لا تستطيع حماية وزرائك، لا تستطيع حماية يعني مؤسسات الدولة. نائب رئيس الحكومة يتحدث من المكلة عند افتتاح مطار الريان أنه أرجوكم أيها السعوديون والإماراتيون اسمحوا للطائرات أن تبيت في المطار. هل هذا تصرفات رجال دولة يمكن أن يعتمد عليهم من أجل التحرير؟ إن كان هناك رغبة لحماية الجمهورية اليمنية فعلى هؤلاء المسؤولين أن يعني يتقوا الله في الشعب، هذا الشعب يعاني، هذا الشعب فعلا يعاني، وليست الميليشيات التي تريد رواتب من أجل استكمال دمارها لليمن. الشعب يعاني وهؤلاء المسؤولين يتحدثون بطريقة خارج الواقع وخارج السياق، عليهم أن يحددوا الآن من الصديق ومن العدو. إن كانت السعودية والإمارات لا يمكن لهم أن يحفظوا أمن البلاد فليبحثوا لنا عن شركاء دوليين يستطيعون مساعدتنا في هذا الخروج من هذا المستنقع. لو تسألنا أين اللجنة المشكلة لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، يعني ربما تحدث في بداية حديث الأستاذ صلاح السقلي بأن السعودية تقف موقف المتفرج، نحن نتحدث عن أن اللجنة المشكلة غير يعني فاعلة، لماذا برأيك؟ هم الآن منزعجين الانتقال من السعودية لأنها تقف كما يقولون موقف المتفرج، لأن الإمارات كانت تقف موقف الداعم لدرجة قصف الجيش اليمني، يريدون السعودية أيضا أن تقصف الجيش اليمني، ويبدو أن اليمنيون يعني على شفا جرف هار يعني في العلاقة مع السعودية إن كانت سوف تمارس نفس ما تمارسه الإمارات. لكن نحن لازلنا نتأمل أن السعودية هي القوة الأكبر في هذه المنطقة، منطقة الجزيرة العربية، والمصير واحد والتهديد واحد للسعودية ولليمن. إن استطاعت السعودية أن تحمي اليمن من التفتت والتقسيم و يعني ما يريده سراق الموانئ، فسوف تحمي نفسها، سوف تحمي وحدتها، لأن وحدة السعودية بعد ذلك سوف تكون في ضرر لو تضررت الوحدة اليمنية. بخصوص اللجان، يعني تقصدين اللجان المحلية المشكلة التي السعودية التي كانت للإشراف على اتفاق تنفيذ بنود الرياض؟ نعم، التي ولكن كان أعضاءها السعودية والإمارات وكذا. لا يمكن أن يكون الإمارات عضو في لجنة إشراف ثم سوف ينجز هذا الاتفاق. نعم، إذن اسمح لنا ينضم معنا أيضا أستاذ إبراهيم قعطبي المحلل السياسي عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. اهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام ولضيفك الكريم. اهلا بك. اذا عوده جديده للتصعيد في شبوه وتترافق مع تهديدات متصاعده من قبل قيادات في المجلس الانتقالي وتعليق لاعمال لجانه المدعوم هذا الانتقالي وهو المدعوم طبعا من الامارات، كيف تقرا ما يحدث؟ هو ما يحدث في الجنوب اليوم هو نفس الزوبعه التي حصلت في المناطق الشماليه عندما تم دعم ميليشيات الحوثي للانقضاض على السلطة والسيطرة على السلطة في المحافظات الشمالية. اليوم الأمور أصبحت واضحة، وما يحدث في الجنوب هو من مباركة سعودية إماراتية، شبوة في يد الشرعية، وهي الآن تريد أن تخرج شبوة من أيدي الشرعية كما حصل في عدن. كانت عدن هناك القوات التابعة للشرعية، معسكرات الرئاسة، الحكومة، وتم طردها من هناك، واليوم لا يستطيعون القيام بأي مهمة داخل عدن إلا من خلال الانتقالي وقوات التحالف. هم اليوم شبوة عاصية ولا تود أن تدخل لا مع الانتقالي ولا تود أن تسلم مصيرها للسعودية والإمارات، فأبت إلا أن تكون في المعسكر الجمهوري ومع الحكومة الشرعية. واليوم ها هي تحاصر وتحاول تلك الميليشيات التابعة للإمارات والسعودية
السيطرة على هذه المحافظة المهمة للاقتصاد اليمني، وأيضا كونها ميناء هام في اليمن. هذا ما يحدث اليوم، وأنا في اعتقادي أنه يجب أن نكرر هذا مرارا وتكرارا، أن عدو اليمن الوحيد في كل ما حدث لليمن منذ 2011 هي المملكة العربية السعودية والإمارات. هم الآن يدخلون في اتفاقيات، أولا يمولوا الميليشيات ومن ثم يأتون باتفاقيات زي ما حصل في بعد ثورة الربيع العربي في 2011 عندما قاموا بالمبادرة الخليجية وأعطوا الحصانة للقتلة والمجرمين الذين استخدموهم فيما بعد للانقضاض على السلطة وعلى التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن. هذا ما حصل اليوم بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة وبنفس الأدوات وبنفس المخطط يقومون به في الجنوب. فلذلك يجب أن يعرف الشعب اليمني والعالم كله أنه عدونا الوحيد الذي يقوم الآن بتدريب تلك الميليشيات ودعمها بالمال والسلاح هي السعودية والإمارات، وهم غرمائنا وهم من يفتتون اليمن ومن يحاصرون اليمنيين ومن أيضا يعتقلون الشرعية داخل المملكة العربية السعودية ولا يسمحون للرئيس أن يعود إلى البلد منذ أكثر من 4 سنوات. هذا ما يحدث على الأرض. نعم، برأيك ما وراء هذه التحركات، خاصة لو قرأناها في سياق تعليق أعمال اللجان في اتفاق الرياض من قبل الانتقالي، ما الذي يريدونه بالضبط؟ أي لجان وأي خبر، هم زي ما ذكرت لك الحكومة ومعسكراتها والشرعية حاضرة بقوة، ومن يساند الشرعية حاضرين بقوة في محافظة شبوة. هم يريدون إضعاف الحكومة الشرعية هناك كآخر خندق قوي داخل المحافظات الجنوبية، ومن ثم السيطرة على المحافظة بأن يصبح الانتقالي هو من يسيطر على المنطقة أو على المناطق الجنوبية ككل. هي مثلها مثل الاتفاقية وأجندتها والتعليق، كلها حركات زي ما كان الحوثيين يعملون في اتفاقية السلم والشراكة عندما كانوا يقولون نحن صنعنا هذا من أجل الشراكة ويجب تنفيذ السلم والشراكة والمشاركة في السلطة وكذا، وكل هذا كانت شماعات ومجرد يعني ذر رماد على العيون. ما يحدث اليوم هو محاولة لتمكين المجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي التابع للسعودية والإمارات من السيطرة على المناطق الجنوبية، ومن ثم يكون سيدهم والمنتدب عليهم هي الإمارات السعودية. هذا ما يحدث، تغييب الشرعية كامل أجب بأهداف السعودية وإماراتية، طردوا الشرعية من كل المناطق الذين يستطيعون طردها، مولوا الميليشيات التي تحارب الحكومة الشرعية، ما زالوا يسيطرون على موانئنا وعلى جزرنا. الآن المجلس الانتقالي في عدن قام بالاستيلاء على أموال الحكومة الشرعية بمباركة من السعودية والإمارات. هل يعقل أن هذه الدولتين لا تستطيع قمع ميليشيات الانتقالي من القيام بهذا الأعمال وهذا التخريب وتهديد الأمن والسكينة العامة للمواطنين في الجنوب؟ لا يعقل هذا الكلام، ولا يجب أن يمرر علينا أن السعودية ستتضرر. السعودية إن شاء الله تتشتت إلى 100,000 دولة، هذا ليست مشكلتنا. مشكلتنا أنهم اليوم يقومون بتشتيتنا كيمنيين، بمحاصرتنا كشعب، بتقسيمنا إلى مناطق نفوذ وقواعد عسكرية تتبع للإمارات من المهرة إلى سقطرى، وهذه هي مشكلتهم. فلذلك يجب أن يكونوا هم الأعداء في القائمة الأولى، وهم من سيدفعون الثمن لما يقومون به في اليمن، وهم من يتحملون كل الدماء التي تريق وتغييب الشرعية وتمكين الميليشيات في كل أنحاء اليمن. هم أعدائنا وهم من يقومون بتمويل هذه الميليشيات. لماذا يستمر صمت الشرعية برأيك أمام كل هذا التجريف للدولة أستاذ إبراهيم؟ هناك أولا استطاعت الإمارات والسعودية بشراء كثير من الولاءات العسكرية والإعلامية، وهناك تجفيف لكل ما يحدث داخل البلد. من لم يعني يسلم نفسه ووطنه للإمارات والسعودية يقومون بذبحه، كما رأيت أئمة المساجد في جنوب الوطن والقيادات العسكرية التي تريد استعادة الشرعية من الشدادي وغيره، من كل القيادات الحمادي وغيرهم. هؤلاء يتم تصفيتهم، الذين مع المشروع إعادة الدولة يتم تصفيتهم، والذين انتقلوا إلى أدوات للإمارات والسعودية كطارق عفاشة ولا يتم تمويلهم يوميا، والانتقالي وغيرهم من الميليشيات على امتداد الجنوب بما يسمونها النخب. كل ذلك من أجل أن يكون هناك صراع يمني يمني لإراقة الدم اليمني، لإضعاف اليمنيين، للسيطرة
على كل المنافذ، كون اليمن يقع في أهم موقع جغرافي على مستوى العالم، يعني التأكد أن الموانئ اليمنية لن تشتغل طالما ودبي موجودة والسعودية يعني مقبلة على انفتاح سياسي واقتصادي على العالم الخارجي. فلذلك التهديد الوحيد بالنسبة لهم من وجهة نظرهم هو بقاء اليمن دولة واحدة وديمقراطية، ودولة ربما تستطيع في حالة إقامة نظام فدرالي فيها أن تنهض في خلال 10 سنوات وأن تكون دولة منافسة في المنطقة، وهم لا يريدون ذلك. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القاطبي محلل سياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ صلاح، ودعني أسألك ربما تغريدة نشرها الأستاذ صالح الجواني قبل نصف ساعة، أقرأها لك ولسيادة المشاهدين. عاد رئيس الوزراء في 18/11 إلى عدن وهو باقي حتى اليوم مع رفض الميليشيا تنفيذ الاتفاق. هذا انقلاب جديد من قبل رئيس الوزراء وداعميه ضد الرئيس هادي بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب الميليشاوي وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصا وروحا. معين ينفذ انقلاب على الرئيس هادي في عدن؟ هذا ما يجري بالضبط. هذا حديث خطير، يعني لا يمكن أن يمر هذا الحديث بسهولة، لأنه من يقوله وزير في الحكومة ويعرف خفايا المشهد، بل كان يخوض حربا يعني ضد أدوات الإمارات في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. في الحقيقة نحن يعني في لحظة حقيقة، لا يمكن الآن الحديث بطريقة مواربة تجاه المشهد. اتفاق الرياض كان الفرصة الأخيرة من أجل أن نثبت يعني صدق التحالف وأيضا صدق رجال الدولة الذين يتبعون الحكومة اليمنية، ويعني استجابة الميليشيات للاتفاق السياسي. أي اختلال يحدث الآن لابد أن نواجهه بكل وضوح ونواجهه بصفا واحدا، يعني كصف وطني. ما يحدث من صمت رئيس الوزراء معين عبد الملك حقيقة هو صمت مؤلم لليمنيين، لأنه يجعل التصرفات الميليشياوية تتكرر وتتضاعف وتهدد الجميع بعد ذلك. يعني لا يمكن أن يكون هذا الصمت إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون هناك حديث أو اعتراف أنه معين عبد الملك يقول أنا حقيقة أرى أن الإماراتيين هم الذين يريدون الخير لليمنيين، يعني يظهر لنا حقيقة ما موقفه. يعني الآن نحن في يعني بهذه التغريدة هل كان يقصد الأستاذ صالح أنه يفترض دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك العودة لأن الاتفاق لم ينفذ أو الاحتجاج أو يعني الذي هناك في الاتفاق مدة زمنية بخصوص تشكيل حكومة، أين هذه الحكومة التي يراد تشكيلها؟ أنت يا معين عبد الملك لماذا تأخرت في الوصول إلى عدن أصلا؟ لماذا لم يتم يعني السماح لك بتسيير أمور الدولة؟ يتحدث عن تشكيل لجنة لمحاربة المال الفاسد و يعني تهريب الأموال ومش عارف إيه، وأموال البلد تسرق من الميناء أمامه ولا يستطيع أن يتحدث. يعني حقيقة في الميناء هناك أموال ذهبت، بينما اليوم صياد قتل عند بالقرب من قصر المعاشيق. يعني استخفاف بالأرواح، أرواح اليمنيين، استخفاف بالدولة. هل هيبة الدولة سوف تتحقق بمثل هذا الصمت؟ فالحقيقة نحن الآن أمام اختبار حقيقي للجميع، ومعين عبد الملك أصبح متهما الآن لأنه يصمت. هناك وزراء في الحكومة واجهوا الإمارات وكان نتيجة هذه المواجهة أن أخرجوا من عدن. فهل معين عبد الملك من أجل أن يبقى في عدن بطريقة ديكورية يعني يلتزم الصمت؟ هل هذا هو الذي سوف يسجل في تاريخه أنه والله ظليت صامت حتى سرقت البلاد؟ يعني ماذا سوف يحكي التاريخ عن معين وحتى عن هادي الذي أيضا هو يعني صامت؟ إذا أنت لا تستطيع أن تتحرك من الرياض اخرج يا أخي، اذهب إلى أبين، مت في قريتك، روح سقطرة، تحرك. لماذا تبقى في السعودية وتريد أن تعود الأمور كما هي؟ يعني هناك عدد من الأمور لو أجريت من قبل المسؤولية الدولة لا تحرك الماء الراكد، لا أحدث التغيير في المشهد. لكن للأسف الجماعة واحد في فندق، واحد في قصر معاشيق، لا يستطيع حتى أن يشتري موية من السوبر ماركت، ويتحدثون عن أنهم يريدون تحرير اليمن من الحوثي. يعني أمر مزعج ومقرف في الحقيقة.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح بابقي الإعلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من أسف يعني جعلنا الناس يسمعون حديثا تشاميا لكن هذا الواقع، هذا هو الواقع للأسف الشديد، ونتمنى أن يتغير بطبيعة الحال. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.